قال بي. وكذلك وسيلة المكروه مكروهة. العلماء يقولون دخول السوق من غير حاجة مكروه، دخول السوق من غير حاجة مكروه، لأن الأسواق أبغض البلاد إلى الله، أبغض البلاد إلى الله الأسواق كما في صحيح مسلم. فدخول الأسواق مكروه، وذلك يخطئ بعض الناس الذين يعني يجعلون الذهاب إلى الأسواق تمشية ونزهة. قال بأخذ الأسرة اليوم بنذهب إلى مجمع كذا، لا لحاجة، هذا مكروه. فالمشي إلى السوق من غير حاجة مكروه، المشي إلى السوق من غير حاجة مكروه. نعم.